أهلا بكم في برنامج الصفحة الأولى، وهي جولة في الصحافة حول العالم، نبدأها بالعناوين. فاينانشال تايمز تسلط الضوء على مخاوف من الهجمات الإلكترونية وأنها ستصبح غير قابلة للتأمين. إيكونومست تقول إن العملية الروسية في أوكرانيا والحشد العسكري الصيني ينذران بعصر جديد من التنافس بين القوى العظمى. نيويورك تايمز تشير إلى أنه في لغز نورد ستريم يوفر قاع بحر البلطيق مشهد جريمة شبه مثالي. مع التحول العالمي للاستخدامات الإلكترونية عبر الإنترنت وتزايد وتيرة الهجمات الإلكترونية في كافة القطاعات خاصة الحيوية منها، هناك قلق متزايد بين التنفيذيين في صناعة التأمين بشأن الخسائر والتعويضات المتزايدة. فاينانشال تايمز تناولت الموضوع تحت عنوان: رئيس شركة زيورخ للتأمين يقول إن الهجمات الإلكترونية ستصبح غير قابلة للتأمين. وتوضح الصحيفة أن الرئيس التنفيذي لإحدى أكبر شركات التأمين في أوروبا حذر من أن الهجمات الإلكترونية بدلاً من الكوارث الطبيعية ستصبح غير قابلة للتأمين مع استمرار تزايد الاضطرابات الناجمة عن الاختراقات. وتضيف الصحيفة أن مديري شركات التأمين كانوا يتحدثون بشكل متزايد في السنوات الأخيرة حول المخاطر النظامية مثل الأوبئة وتغير المناخ التي تختبر قدرة القطاع على توفير التغطية. فللعام الثاني على التوالي من المتوقع أن تتجاوز المطالبات المتعلقة بالكوارث الطبيعية 100 مليار دولار. لكن ماريو غريكو الرئيس التنفيذي لشركة زيورخ للتأمين قال لصحيفة فاينانشال تايمز إن الإنترنت هو الخطر الذي يجب مراقبته. وبحسب الصحيفة فقد أدت الخسائر السبرانية المتصاعدة في السنوات الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات طارئة من قبل شركات التأمين في القطاع للحد من انكشافهم على الخسائر. وبالفعل وضعت بعض شركات التأمين تعديلات في سياساتها بحيث يتحمل العملاء بعضاً من هذه الخسائر. وأشارت الصحيفة إلى تقرير صادر عن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية في يونيو سلط الضوء على احتمال امتداد الحوادث الإلكترونية إلى الشركات الأخرى المرتبطة، وقالت إن أمثلة مثل اختراق خط أنابيب كولونيال والذي أدى إلى نقص مؤقت في البنزين في جنوب شرق الولايات المتحدة أظهر احتمال أن ينتشر حادث إلكتروني واحد عبر البنية التحتية الحيوية مع عواقب وخيمة. ينضم إلينا من بيروت الباحث المختص في تكنولوجيا المعلومات هشام عمر. سيد هشام، يعني يبدو أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت يعني يمكن مقارنتها بالكوارث الطبيعية من حيث صعوبة تأمينها، هل تتفق مع هذا الطرح الذي ذهبت إليه الصحيفة؟ صحيح. صباح النور. أول شيء الهجمات الإلكترونية فينا نعتبر أنه هي نوع من أنواع الحروب الجديدة، يلي هي من قبل كنا الحروب نعتبرها بالأسلحة أو بالتدمير أو بأي شيء ممكن يدمر حياة الإنسان أو المكان اللي عايش فيه. هلأ لا، الحرب صارت كلفتها كسلاح أقل، ولكن ممكن تؤدي لنتائج أخطر بكتير من الحروب المدمرة. هلأ اللي كنا عم نشوفه بالتقرير أنه شركات التأمين رح ترفض تغطية العواقب اللي عم تنجم عن عمليات القرصنة أو بدها تحط حمل أو عبء على المستخدمين لحتى يصيروا كمان يدفعوا أو يتحملوا جزء من التعويضات على القرصنة، على المواقع الإنترنت أو على المنصات أو على أنظمة الشركات العالمية الكبيرة. فينا نلاحظ نحن أنه زادت الهجمات الإلكترونية بآخر 3-4 سنين من وراء زيادة استخدام الإنترنت بسبب جائحة كورونا، يلي حولت العالم من عالم فيزيكال أو عالم التفاعل فيه جسدي أو التواصل فيه بالأعمال والشغل عن طريق الحضور، أما انتقلت للريموتلي وورك أو العمل من المنزل أو الاعتماد أكثر على التقنيات الأونلاين اللي عم نشوفها. صار التسوق عن طريق الأونلاين، صار كل شيء يصير على الأونلاين، حتى التعليم تحول لفترة من الفترات للأونلاين. طبعا من بعد ما تحسن وضع الوباء صار شوي تدريجيا نرجع على الحياة الطبيعية مثل قبل، ولكن هذا
هذا الشيء ما وقف وزاد، لأنه حسب الإحصاءات أنه بآخر ممكن الخمس سنوات اللي جاي يزيد عبء القرصنة على شبكات الإنترنت العالمية 15%، أي ما يقارب 10.5 تريليون دولار. فهذا سبب من الأسباب اللي ممكن أنه كمان شركات التأمين ترفض تغطي هالعبء، لأنه صار المبالغ اللي إذا عم نلاحظ المبالغ اللي عم تنتج عن عمليات القرصنة أكبر بكتير من المبالغ اللي عم تطلع من زيد هشام. يعني هنا الصحيفة أيضا تحدثت وأشرت حضرتك إلى أنه يعني شركات التأمين ربما تقترح أن يتحمل العملاء بعض من هذه الخسائر، هذا يعني يستدعي ضرورة أن يكون العميل لديه القدر الكافي من القدرة على تجنب الخسائر حتى تكون لديه هذه المسؤولية. ما هي مسؤولية العميل يعني في حماية؟ صحيح، هذا الجزء اللي كان بدي احكي عنه، انه المستخدم الشبكه او الشخص او الافراد او الشركات هي كمان مسؤوله بالدرجه الاولى، لانه سوء استخدام الشبكات هالايام ممكن يؤدي لهالنتيجه الكبيره من الكوارث السيبرانيه او الالكترونيه. يجب على المستخدم ان يكون على قدر المسؤوليه التامه لما يكون عم يستعمل شبكات الانترنت، وفي مرات ما يعني بنحط اللوم كليا على الشخص اللي تعرض للقرصنة أو للسرقة على مواقع التواصل، لأنه ممكن يكون هو عم يأذي حاله لعدم خبرته الكافية باستخدام مواقع التواصل أو البريد الإلكتروني، لأنه عم تتجه القصص بالأفراد أكثر مرات عن أنه يتم إرسال الروابط هي خدع للمستخدم لحتى يعبي فيها بياناته الشخصية ويتم استعمالها بقرصنة حساباته المصرفية عن طريق استخدام بطاقات الائتمانية للشراء أونلاين، وهيك بيكونوا هن عم بيطلعوا الأموال بطريقة غير مباشرة، وبيجي وقت يوقع ضحية العمل السيبراني هيدا المستخدم مش عارفين شو بده يعمل وما بيلاقي حدا يعوضه، لسبب انه هو اللي مسؤول، اللي هو اللي أول شيء نشر معلوماته، ممكن ينجر لأي رابط إن كان دعاية أو عرض أو خصومات على أي شيء. هذا يستدعي يعني المزيد من المعرفة حول وسائل التأمين، ولا أعني هنا التأمين المادي ولكن التأمين بمعنى الحماية، كيف يمكن حماية البيانات الشخصية؟ أول شيء لازم الشخص يحط بباله فكرة أنه هو دايما معرض للاختراق. عملية الاختراق هي بتكون 50% أنه المخترق يعرف رقم تليفون أو بريد إلكتروني للشخص الثاني، ال50% الثانية هي فقط كلمة السر واللي هي ممكن الواحد يتوصلها بسهولة كبيرة هالأيام إذا كان الشخص المستهدف من الأشخاص اللي بينشر بياناته أونلاين ومن الأشخاص اللي حاطط كل حياته وخصوصياته على مواقع التواصل الاجتماعي أو بيحكي كل شيء أو بيكتب كل شيء، خاصة مثل أرقام التليفونات الشخصية، تواريخ الميلاد، لأنه بنعرف نحن معظم الأشخاص بيحطوا رموز الكلمات السر هي تواريخ تعني لهم أو تواريخ خاصة فيهم. فيجب أول شيء على المستخدم أنه يحط المعلومات بس اللي هو لازم الناس تعرفها، مش خصوصيات، يعني مثلا ممكن يحط معلومات عن عمله أو الأشياء اللي عم يشتغلها، بس ما يحط خصوصيات، خاصة أنه عدم مشاركة أي كلمة سر مع أي حدا حتى لو كان في ثقة، لأنه ممكن الحدا الثاني ما يكون عنده المسؤولية الكاملة. صحيح. أنه يحتفظ فيها بالطريقة الصحيحة. وبنفس الوقت أنه لما الواحد يقوم بأي عملية شرائية عبر الإنترنت لازم يتأكد أنه الموقع اللي عم يشتري منه هل هو SSL secured، يعني عنده security socket layer، أو هل هو متصل بمثل نحن بنسميها layer، طبقة من الأمان لحتى تشفر المعلومات بين جهاز المستخدم والعملية المصرفية اللي عم بتصير، وما يكون حدا بالنص قدران يخترق رقم البطاقة. نعم. وكلمة السر وتواريخ اللي موجودة على البطاقة. فهذا كله أكيد من مسؤولية المستخدم كمان، خاصة في مرات روابط عم توصل على الواتساب إنه مثل عنوان ممكن يجذب المستخدم. صحيح. إنه يفوت يحضر أو يقرأ معلومة على الواتساب أو أي وسيلة تواصل، بمجرد أن يضغط على هذه الرابط
ممكن يكون عنده صار تروجن اللي هو من انواع القرصنه، اللي هي كل دائما بدنا نحط ببالنا انه كل ما تطورت وسائل الحمايه على الانترنت كل ما صار في عنا طرق للاختراق اكثر. يعني نحن السكيورتي عم ينعمل لها ابديتس وبنفس الوقت الخرق عم ينعمل له ابديت. صحيح، يعني اذا هي مسؤوليه مشتركه للافراد والمؤسسات والخطط الحكوميه وصانعي التكنولوجيا. سيد هشام الناطور المختص في تكنولوجيا المعلومات، شكرا جزيلا لك. ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. بوليتيكو تتحدث عن تغيير جذري في علاقة واشنطن الاقتصادية ببكين، وتشير إلى أن بايدن عكس عقودا من السياسة التجارية الصينية، وتقول بعد عقود من الجهود الأمريكية لإشراك الصين في أفاق تحقيق تنمية أكبر من خلال التجارة يقترب عصر التعاون من التوقف التام، إذ يعيد البيت الأبيض والكونغرس بهدوء تشكيل العلاقة الاقتصادية الأمريكية مع ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم وسن استراتيجية للحد من التطور التكنولوجي للصين، والذي يخالف عقودا من السياسة الفيدرالية، ويمثل الإجراء الأمريكي الأكثر عدوانية حتى الآن لتقليص الاقتصاد والقدرات العسكرية لبكين. وتشير إلى أن إجراءات بايدن لقمع تطوير التكنولوجيا في بكين ستؤدي إلى إعاقة الاقتصاد الصيني وتقسيم البلدين أكثر مما فعل ترامب في أي وقت مضى. واشنطن بوست تقول إن بايدن يستعد لمزيد من المواجهات مع الجمهوريين بالرد على ترامب، وتشير إلى أنه بينما يستعد بايدن لمحاولة إعادة انتخابه، يرى بعض الديمقراطيين ميزة في تسليط الضوء على التصريحات المتقلبة للجمهوريين. وول ستريت تتحدث عن فشل وول ستريت وبنك الاحتياطي الفيدرالي في محاولة التنبؤ بعام 2022، وتشير إلى أن التضخم المستمر وعمليات البيع في السوق تجعل المستثمرين غير متفائلين وهم يتطلعون إلى العام الجديد. فاينانشال تايمز تقول إن صانعي السيارات يقطعون بهدوء العلاقات مع الصين بتغيير سلسلة التوريد، وتشير إلى أن مجموعات دولية تقوم بشراء أجزاء من أسواق أخرى مع تزايد المخاوف من انهيار العلاقات مع بكين. الجارديان تسلط الضوء على تخلي الصين عن متطلبات الحجر الصحي للزوار الأجانب، وتقول لن تكون هناك حاجة لثمانية أيام من العزلة، إذ أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عن إلغاء متطلبات الحجر الصحي لكورونا للراكبين القادمين من الخارج اعتباراً من 8 يناير، في أحدث تخفيف لإجراءات مكافحة الفيروسات الصارمة في البلاد. يشير الخبراء والمحللون السياسيون إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والحشد العسكري الصيني ينذران بعصر جديد من التنافس بين القوى العظمى. إيكونومست تناولت الموضوع تحت عنوان العصر الجيوسياسي الجديد. أشارت المجلة إلى أن الحرب في أوكرانيا حطمت القاعدة التي أرسيت بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تنص على أنه لا ينبغي تغيير الحدود بالقوة، وأعادت إحياء شبح الحرب النووية لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة. لكن موسكو كما تقول إيكونومست لا تمثل للولايات المتحدة سوى مشكلة واحدة، حيث يأتي التهديد الأكبر للنظام العالمي من الصين، وهي الدولة الوحيدة التي لديها القدرة على الإطاحة بالولايات المتحدة كقوة بارزة في العالم، فقواتها المسلحة تتوسع بسرعة، ولدى بكين أكبر قوة بحرية في العالم بالفعل، وثالث أكبر قوة جوية، ومجموعة كثيفة من الصواريخ ووسائل شن الحرب في الفضاء والفضاء الإلكتروني. وتتساءل إيكونومست ماذا لو تحولت الصداقة بلا حدود بين روسيا والصين إلى تحالف فعلي؟ وتوضح أنه في الوقت الحالي هناك القليل من الأدلة على مساعدة الصين في حرب روسيا، لأن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الاثنين سيقتربان. وأضافت إيكونومست أنه مع قيام الصين بتحديث ترساناتها النووية إلى نحو 1500 رأس حربي بحلول عام 2035، واقتراب حجم الترسانتين الأمريكية والروسية، سيتعين على الولايات المتحدة أن تتعلم الفن الجديد للردع النووي، وهذا بدوره قد يؤدي إلى سباق تسلح جديد، خاصة إذا انتهت معاهدة ستارت الجديدة، والتي تحد من الأسلحة النووية الأمريكية والروسية في أوائل عام 2026 دون اتفاق متابعة.
منذ أكثر من 15 عاما عندما لم يكن خط أنابيب الغاز نورد ستريم بين روسيا وألمانيا أكثر من مجرد فكرة، حذرت دراسة حكومية سويدية من المخاطر الكامنة في تشغيله، حيث سيكون عرضة لأبسط أشكال التخريب وستكون المراقبة تحت الماء شبه مستحيلة، كما أن غواصاً واحداً سيكون كافياً لوضع عبوة ناسفة. نيويورك تايمز تناولت هذا الموضوع تحت عنوان في حادثة نورد ستريم قاع بحر البلطيق يمثل مشهد جريمة شبه مثالي. الصحيفة قالت إن بحر البلطيق بعد انفجار خط نورد ستريم في سبتمبر الماضي اتضح أنه مسرح جريمة شبه مثالي، فأرضيته مغطاة بكابلات وأنابيب اتصالات لا يتم مراقبتها عن كثب، وتمر السفن القادمة من الدول التسعة المطلة على البحر ذهاباً وإياباً باستمرار، ويمكن للسفن أن تختبئ بسهولة عن طريق إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها. أضافت الصحيفة أنه بعد التفجيرات وجهت بولندا وأوكرانيا اللوم علناً إلى روسيا، ولكن لم تقدمان أي دليل. ولكن في الأسابيع الأخيرة بدأت شركة نورد ستريم أي جي المملوكة بالأغلبية لشركة يسيطر عليها الكرملين في تسعير تكلفة إصلاح الأنبوب واستعادة تدفق الغاز، وتقدر بنحو 500 مليون دولار، ما يثير التساؤلات حول لماذا إذا قصفت روسيا خطوط الأنابيب الخاصة بها فإنها ستبدأ العمل المكلف لإصلاحها. وبحسب الصحيفة فالتخريب يضمن أن أسعار الغاز سترتفع بشكل مزعج للأوروبيين حتى ربيع، ويخلق حافزاً لدى دول الاتحاد الأوروبي لدفع أوكرانيا للتفاوض على إنهاء سريع للحرب، لأن الحرب تهدد الأنابيب الأرضية التي تجلب الغاز إلى الغرب. كما أضافت الصحيفة أن تخريب نورد ستريم سيؤدي أيضاً إلى خلق حالة من عدم اليقين بشأن البنية التحتية الأخرى التي يمكن مهاجمتها، إضافة إلى إتلاف خط الأنابيب. اقترب الانفجار بشكل خطير من إتلاف كابل يحمل الكهرباء من السويد إلى بولندا. أثارت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية ونشر تصريحات بكين المعادية لإيران مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي مناقشات في إيران حول فعالية سياسة طهران الخارجية والتي تعتمد على التوجه نحو الشرق. ناشونال انترست تناولت الموضوع تحت عنوان: هل ينبغي لإيران أن تعيد التفكير في نظرتها نحو الشرق؟ بحسب المجلة، فقد طالب البيان الصادر عن الصين والسعودية إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما أيدت بكين موقف الإمارات فيما يتعلق بجزيرتي أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى المتنازع عليها. أضافت الصحيفة أن الصين عادة ما تتبنى موقفاً متحفظاً فيما يتعلق بالقضايا الحساسة لمنطقة الخليج، ولكن بشكل عام تتماشى الصين تماماً مع مواقف دول منطقة الخليج فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والسياسة الإقليمية وبرامج الصواريخ والطائرات بدون طيار والنزاعات الإقليمية. تشير المجلة إلى أن موقف الصين تجاه إيران هو هز الثقة في السياسة الخارجية لطهران والتي تعتمد التوجه نحو الشرق، والتي دفع عنها المحافظون بفخر باعتبارها استراتيجية مهمة لتجاوز العقوبات الأمريكية وتعزيز الازدهار الاقتصادي لإيران وحشد الدعم الصيني للنظام السياسي والنخب الإيرانية. أضافت المجلة إنه على الرغم من أن صناع القرار في إيران يشيرون إلى المصالح التي تشترك فيها إيران والصين في مواجهة الولايات المتحدة، لكن في الواقع المواجهة بين الصين وإيران مع الولايات المتحدة مختلفة، فهناك بالطبع عداوة قائمة، لكن هذه المنافسة تتأثر بعلاقات الصين الاقتصادية الوثيقة مع الولايات المتحدة، ولهذا السبب لم تسفر العلاقات الإيرانية الصينية عن أي فوائد جوهرية لإيران. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا، نتابع أبرز عناوينها. در شبيغل تقول إن ألمانيا وافقت على صادرات أسلحة بأكثر من 8 مليارات يورو في 2022، وتشير إلى أن هذا الرقم يمثل ثاني أعلى صادرات أسلحة في تاريخها بعد العام الماضي الذي سجل مبيعات بمبلغ 9.35 مليار يورو. أضافت الصحيفة أن أكثر من ربع الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم تسليمها في الفترة من الأول من يناير إلى 22 من ديسمبر ذهبت إلى أوكرانيا، وتشير إلى أن هذا يمثل إخفاقاً لاتفاق الائتلاف الخاص الحاكم بخفض صادرات الأسلحة، ولكن حرب أوكرانيا دفعت المستشار الاتحادي أولاف شولتز
إلى إلغاء الحظر المفروض ذاتيا على تسليم الأسلحة إلى مناطق الحرب في خرق للمبادئ المعمول بها منذ عقود. واشنطن بوست تقول: بالنسبة لأوكرانيا يعتبر أوربان المجري رجلا قويا آخر يمثل إشكالية في الجوار، وتشير إلى أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يمثل إشكالية عميقة لكييف، وذلك من خلال الحفاظ على العلاقات الدافئة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعرقلة عقوبات الاتحاد الأوروبي بشكل متكرر ضد موسكو والإصرار على ضرورة الضغط على أوكرانيا للتفاوض على اتفاق سلام. وول ستريت تقول إن إنتاج الغاز الروسي وصادراته يتقلص تحت ضغط العقوبات، وتشير إلى أن عمليات حظر الاستيراد والحدود القصوى للأسعار أثرت على الطلب الأجنبي، ولكن تأثيرها الدقيق غير واضح لأن موسكو توقفت عن نشر بيانات التجارة. لوفيجارو تنقل عن وزير الخارجية التايواني جوزيف وو بأن التايوانيين مستعدون للقتال من أجل حريتهم، وفي حواره مع الصحيفة أكد جوزيف وو أن الصراع في أوكرانيا يحفز تصميم الجزيرة في الدفاع عن نفسها. فورين بوليسي تقول إن على الغرب أن يتحرك لتفادي الحرب في ناغورنو كاراباخ. مع استمرار إضراب النقابات في بريطانيا تزداد الأسئلة حول مدى مسؤولية الحكومة عن توتر الأوضاع مع العمال، وهل بريطانيا ينتظرها المزيد من الإضرابات في العام الجديد؟ إندبندنت تناولت الموضوع تحت عنوان: ما الذي تعتقده بريطانيا حقا بشأن الإضرابات؟ ذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تم تحذيره من أن استراتيجيته عالية المخاطر بشأن زيادات رواتب القطاع العام قد تأتي بنتائج عكسية، حيث أظهر استطلاع حصري للصحيفة وجود دعم عام قوي لإضرابات جديدة في 2023. وبحسب الصحيفة فقد وجد الاستطلاع أن ما يقرب من 2 من كل 3 ناخبين سيدعمون الممرضات للقيام بمزيد من الإضراب العام المقبل إذا لم يتم تلبية مطالبهم المتعلقة بالأجور مقابل معارضة 24% فقط، إضافة إلى ذلك أعرب عدد أكبر من الناخبين عن دعمهم للإضرابات العمالية الجديدة من قبل موظفي السكك الحديدية وسائق الحافلات وعمال البريد والمعلمين. وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 65% من الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يعتقدون أن حكومة سوناك تعاملت مع موجة الإضرابات الشتوية بشكل سيء، بينما اعتقد 27% فقط أن الأزمة قد تمت إدارتها بشكل جيد. وأشار الاستطلاع إلى أن سوناك سيجد أن الأرقام مقلقة نظراً إلى أن الرأي العام متعاطف إلى حد كبير مع العمال الذين يهددون بالإضراب مرة أخرى في 2023، فمن الواضح أن الجمهور إلى جانب العمال، ورغم أن هذا لا يعني بالضرورة أن الجمهور لا يلوم النقابات العمالية لأنهم يعتقدون أن الحكومة مسؤولة على قدم المساواة إذا لم يكن أكثر عن حدوث الكثير من الإضرابات في القطاع العام. يستخدم أكثر من 100 مليون أمريكي تطبيق تيك توك، وأصبح وبشكل متزايد وسيلة من قبل الشركات للتواصل مع العملاء، لكن الملكية الصينية للتطبيق فرضت ضغوطاً متزايدة على إدارة بايدن لحل المخاوف الأمنية. وول ستريت تناولت هذا الموضوع تحت عنوان: معضلة تطبيق تيك توك الأمنية تعيد إحياء الضغط من أجل السيطرة الأمريكية. وتقول الصحيفة إن المخاوف الأمنية بشأن تيك توك دفعت بعض مسؤولي إدارة بايدن إلى الضغط من أجل شراء عمليات الشركة المملوكة للصين في الولايات المتحدة لضمان عدم تمكن بكين من تسخير التطبيق للتجسس والنفوذ السياسي. أوضحت الصحيفة أن اقتراح البيع القسري نشأ في المناقشات التي أجرتها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي لجنة حكومية مشتركة بين الوكالات كانت تتفاوض مع تيك توك لأكثر من عامين حول طريقة لفصل بيانات الشركة وعملياتها عن الحكومة الصينية. وذكرت الصحيفة أن ممثلي البنتاغون ووزارة العدل في اللجنة من بين أولئك الذين يدعمون البيع القسري، على أساس أن خطر وصول بكين إلى بيانات تيك توك أو التأثير على مقاطع الفيديو التي يشاهدها الأمريكيون على التطبيق لا يمكن معالجته إلا من خلال فصل التطبيق عن التطبيق الصيني. وبحسب وول ستريت فإن تيك توك تؤكد باستمرار على أنها لن تشارك بيانات مستخدميها مع الحكومة الصينية، والأسبوع الماضي قالت إنها فصلت موظفين وشددت البروتوكولات بعد اكتشافهم أنهم وصلوا بشكل غير صحيح إلى بيانات الصحفيين،
ورفضت الشركة الصينية التعليق على احتمال البيع القسري، وقالت إنها تعتقد أن بإمكانها معالجة المخاوف التي أثارتها الحكومة الأمريكية. نصل بذلك إلى ختام هذه الجولة في الصحافة العالمية. دمتم بكل الخير وإلى اللقاء.